الرحيم أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، عشاق الأصالة، نحييكم أجمل تحية، نتواصل مع حضراتكم وانطلقت أشواطنا المتواصلة في ميدان المرموم في تحفة الميادين وعبر شاشة دبي ريسنج. مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات للمهرجان الختامي المرموم 2013 في هذا الاندفاع ومع سن الثنايا، شوطنا العاشر الذي اعلنت انطلاقته في هذا الصباح وهذا الانطلاق، هناك مع انطلاقة الجعدان المهجنات، هذه الفية من الجعدان التي تنطلق حاملة كذلك لواء الناموس والتحدي في رقص الكبار، ومع 8 كيلومترات انطلق الشوط، انطلقت الامال مع المشاركين في تحقيق الناموس في هذا الاندفاع. نسير مباشرة معكم الى مقدمة الشوط لنلحق بركب المقدمة، لنتابع المراكز الاولى، لنعطي حضراتكم الوصف التفصيلي عن مقدمة الشوط. يسيطر ويتقدم الجعدان شاهين، شاهين مشاهدينا الاعزاء، سالم بن غانم بن علي بن يداه المنصوري هو اللي يسيطر على المقدمه ويقود الجعدان، بينما ياتي الذيب على ثاني المراكز بهذا الاندفاع الجميل، وطالب بن سالم بن بخيت طالب بن سالم بن مقبل هو اللي يقدم هذه النوعية واللي يقدم الذيب على المركز الثاني. نسير مع المركز في هذا الاندفاع، يا سلام صالح بن حمد القمرة 1200 والعنوان الرسمي، نذكر لمن يريد الذكرى، نذكر المضمرين، خلاص دار الأوامر، ولكن هناك الحذر، الحذر والحذاري، حذاري من الحذر، منصور بن أحمد بن علي السبوسي، يا سلام يا سلام، الحذر في المركز الثاني، ولكن السيطرة لا زالت مشاهدي العزاء تحت أقدام الأسد. صالح بن حمد القمر المري وصل في المركز الثالث، ووصل براق مبارك بن مبارك بن علي الهديف المري هو اللي يتقدم على المركز الثالث في هذه اللحظات. هناك مع هذا الانطلاق، يا سلام يا سلام، الموقف حساس للقاية للقاية، بدت الأوامر وحذاري من الحذر، الحذر انطلق، الحذر الحذر انطلق إلى الناموس، الزعفران الزعفران مع حد شبابنا الفرسان مع هذا الانطلاق، يا سلام، يسيطر الحذر يسيطر الحذر، منصور بن أحمد بن علي السبوسي يقدم الحذر لينفرد بالمركز الأول، خلاص السيارة، الناموس والزعفران، روح يا منصور، النصر النصر يا منصور في هذا الشوط، يا سلام، تهانينا تهانينا مشاهدينا العزاء، منصور بن أحمد بن الشيب السبوسي على هذا الفوز، على هذا الناموس وعلى فوز الحذر. لحظات الوصول، كثر يا سمير من الزعفران، هذا هو الحذر مشاهدينا العزاء، يعلن الفوز على الجعدان، تهانينا وسلاماتنا مشاهدينا العزاء للزعبيل، صباح الخير على هذا الفوز. المركز الثاني لصالح بن حمد القمرة اللي هو الأسد، بينما المركز الثالث اللي وصل في المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام براق المبارك بن كاظم المري والمركز الثالث. أما المركز الرابع، بنشوف المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء، عموما على كل حال مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات في هذا الانطلاق، نترك ذلك للجنة، هذا الحذر مشاهدينا الأعزاء قدم الأداء الأفضل في هذا الشوط، قطع المسافة في 13 دقيقة و5 أجزاء من الثانية، تهانينا لمنصور بن أحمد بن علي السبوسي وسلاماتنا لأهالي زعبيل في هذا الانطلاق وفي هذا الشوط. بينما وصل في المركز الثاني الأسد
قطع المسافة في 13 دقيقة وخمس ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا لصالح بن حمد القمرة المري، بينما المركز الثالث وصل في المركز الثالث براق لمبارك بن كاظم المري، قطع المسافة في 13 دقيقة 8 ثواني وجزئين من الثانية. مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا والناموس للجميع.